جدا، هذا دليل على ما وصلت اليه المراه التونسيه، الا ان الاشكال لا يكون في المراه وانما فيما يحيط بالمراه. ما دمنا لازلنا نتحدث عن المراه ومشاكلها معناها نقوم باجتماعات وجمعيات، فالمشكل موجود، ولكن مشكل الاخر. القصه اليوم في هذا المجال، لانه اريد ان اوضح جزئيه في القصه. هناك خطاب بين الكاتب والمتلقي، وكانه هناك متلقي مشاكس يريد دائما ان يعارض الكاتبه فتحاول ان تغير له الحكايه. سنجد حكايات مختلفه ولكنها تبدو بنفس الشخصيه، معناها لها نفس الاسم ولكنها اسماء معناها مشتقه من الاسم الاول. أخو القصة عنوانها يامنة. أمسكت العجوز يامنة المصباحة تتحسس حباتها وتعدل جلستها أمام التلفاز تتابع برنامج الحملة الانتخابية، رغم أنها حسمت أمرها في هذا الموضوع وأصرت على اختيارها، إلا أنها لا تفوت أي معلومة تخص هذا الحدث التاريخي، فهي تريد أن تتقن اللعبة حتى آخرها، لذا تحرص على الاطلاع على كل الرؤى والتوجهات حتى تجد الوسائل لخوض النقاشات التي كثرت هذه الأيام في كل دار. ظهر على الشاشة رجل وقور، شيخ مما قال عنه شباب الثورة إنهم سيكتبون دستورا لن يعيشوا تطبيقه. بدأ التعريف ببرنامج حزبه قائلا: المرأة هي نصف المجتمع، لن نتراجع عن مكتسباتها بل سنعمل على تدعيمها وتطويرها. بتقدم المرأة تزدهر الأمة وتتطور، سندافع عن حريتها وكرامتها. أعجبها الكلام، رفعت النظارة بإصبعها فشدتها ملامح الرجل، بدا وجهه مألوفا لها، فنادت ابنتها: تعالي يا بثينة، أليس هذا المترشح عن بلدتنا؟ اقرأي ما كتب أسفل الشاشة. ارتبكت البنت، لا تذكر أن أمها فتحت لها قلبها يوما أو حدثتها عن سرها، ولكنها كانت تعرف ما جرى. ممن سمعت ذلك؟ لا تذكر، قد يكون أبوها لمح الحكاية في فترات ثورته. ألحت الأم: هيا اقرأي ما اسمه. تلعتمت البنت وتظاهرت بالبحث عن النظارة. أين نظارتي؟ تعلمين جيدا أنني ما عدت أبصر الكتابة دونها. قولي قبل أن تتغير الصورة ما اسمه، هيا أسرعي. ما من مهرب، غصت بثينة، ابتلعت حروفها ثم تأتأت: إن صلاح بن عبد الله. سقطت المصباحة وتنافرت حباتها. صمتت العجوز فجأة، البنت أيضا صمتت. الموضوع مستهلك، علاقة قبل الزواج يجعل علاقتها بزوجها مضطربة، ومن البديهي ألا تنعم بحياة سعيدة، فما الغريب في الحكاية؟ طيب، سأعدل من صورتها. أمينة ليست يم، وليست أمية كذلك، هي امرأة من عائلة متواضعة، والدها محب للعلم، علمها فانفتحت أمامها سبل الثقافة والإبداع. وصلت أمينتي مقاعد الجامعة فمات والدها وتقدم أخوها لرئاسة العائلة، وكانت أول قراراته فصل أمينة عن الجامعة، فالجامعة تحرر، الجامعة انفلات من رقابة العائلة، الجامعة انحلال قد يلوث عرضه، وأمينة تحمل عرضه في مكان ما من جسدها، لذا يجب أن تكون أمام عينيه تحت رقابته. ما نفعها علمها واستبسالها في الدفاع عن حقها، كانت كمن يتشبث بالزئبق، كلما تصور انه امسك به الا وتسلل من بين اصابعه كمن يحارب طواحين الهواء. في مفتتح السنه الدراسيه كان مكانها شاغرا في المدرج بين الطلبه، ما ذكر اسمها، فنسي الطلبه امينه والامن والامان وفقدت هي ذاتها. اكتئبت سنوات ثم تعودت على الوضع الجديد. ما بخل اخوها في محاوله تزويجها، كان يطالعها كل شهر بخطيب جديد يشبهه ويرضى عنه. آنذاك فقط تستفيق أمينة المتناومة في أعماقها وتستعيد صلابتها وتقول: من حقي أن أرفع
تأخذ زوجا لا يناسبني. كل الشرائع الوضعية والسماوية تمكنني من ذلك. هنا يرفع الحاج يديه قائلا: الحق حق، شرط الزواج قبول، هكذا علمنا رسول الله. ثم يستدرك: ولكن قبول من أختاره لك، فلا تطمعي في حلمي، فحرية الاختيار كذبة اخترعناها نحن الرجال وأقنعنا بها إناثنا ليختارنا من نختار لهم. استماتت في التمسك بحقها الوحيد في الرفض طوال سنوات، أرفض من لا يناسبني، حتى استفاقت يوما فإذا بالسؤال تلاشى: ما عدا فلان يطلبك للزواج، ما رأيك؟ انتهت صلاحية الزواج والقطار ولا وألفا. ما هذه الصورة القاتمة؟ امرأة مكسورة خانعة في أجمل فترة في تاريخنا ونحن مؤسس الجمهورية الثانية، موضوعك مستهلك وممجوج، لا مكان له بيننا، لا تستهوين قراءته. دعنا من أمينة ما دامت لا تروق لك، والأبحث لك عن شخصية أخرى. أما للرئيس شدك إلى الكتاب كي تواصل قراءة القصة. آلمها، سرق حياتها، يتراءى لها في الصباحات اللاسعة فيزيدها هرما، ويتراقص في العتمة شبحا بين الأرض والسماء، يستل رداء النوم من بين أهدافها، يخطفه في رأسته الفضائية فتسقط الجدران، تبتلع الأرض أشجارها، يغيب النائمون ويستحيل المكان قطرا، صحراء قاحلة تنفح جنباتها فتستوي جالسة تسترجع شريط حياتها، وهو شبح قزم يتوارى كسفينة فضائية تلمع وسط الظلام، بؤرة مشعة تلوح بخيوط النوم المخطوفة، يستفزها، يرفرف فوق رأسها ببهرته المشعة، يستحيل بعوضة عملاقة تطن فتحرق أعصابها، تتصيد غفلتها فتمتص دمها لتغذي به امرأة أخرى أخذت مكانها. قال لها بعد 7 سنوات من المعاشرة: لا أستطيع المواصلة يا آمنة، فنحن مختلفان. زلزلت الأرض تحتها. مختلفان ونحن نملك نفس الفكر؟ الزواج لا يرتكز على الإيديولوجيا حبيبتي، أحتاج امرأة شبيهة أمي، لا أتحمل حلقات النقاش في بيتي. صدمت، صمت، شلت. الشخصية ضعيفة بلهاء، كيف صبرت عليه 7 سنوات؟ ماذا كانت تنتظر بعد هذا الزمن؟ لقد أحبته بصدق، حب العبيد والإماء، أكره هذا النوع من العواطف. علاقة ليس فيها فن، فن المد والجذب، الهجر والوصال، الإمساك بطرف الخيط لتكون المتحكمة في اللعبة، طبيعي أن يتركها ما لم تقحمه بين المعقول واللا معقول، إذ التردد بين الأرض والسماء هو سر نجاح العلاقات بين الناس. أن كان الموضوع، ففي حياتها ألم، تحمل داخلها وجعا ما استطاعت السنون محوه، سببه ذاك الرجل المترشح لكتابة الدستور والذي يدعي أنه سيدافع عن مكاسب المرأة. دخلت حسينة تحمل إناء أزدلت عليه منديلا ملونا، قالت: هيا يا أمي، هيا يا عمتي، هيا يا أنا، أخضب قدميك بالحناء علها تلمم الجرح. وتناول